اتكلم في انا مش الناس وربنا يفتكرها، بس اسمعني فضل. الاداره لو تعمل برنامج يجي كابتن حسن حمدي وبما فيهم الكابتن محمود الخطيب وكابتن صلاح حسني ربنا يديله الصحه كان مدير الكوره، يجي ويشوف احنا جينا ازاي من سويسرا، والناس تقول والناس الاداريين اللي كانوا موجودين احنا جينا ازاي ومشينا ازاي. طيب. مشينا غصب عننا كابتن حسام، ولكن ربنا كرمنا وادانا في نادي الزمالك مع جماهير نادي الزمالك طيب. بطولات كتيره. طيب هي قصة في دي بقى، دي يعني دي قصة تانية طبعا، لكن أنا عايز أقول إيه، أيا كان طريقة المشي الأهلي أنتوا كنتوا نجوم كبار وأديتوا الأهلي بكل مجهود وعرق وإصابات كنت بتلعبوا وأنتوا مصابين، أيا كان طريقة المشي مش دي القصة اللي أنا بتكلم فيها، ولا أنا هفتح يعني حاجات حصلت من سنين السنين، لكن أنا بتكلم العطاء اللي أنتوا اديتوه للنادي الأهلي والمجهود اللي أنتوا اديتوه للنادي الأهلي والبطولات اللي أنتوا اديتوها للنادي الأهلي، الا تستحق ان الكابتن حسام على الاقل على الاقل ده انت ده غير مرشح اساسا في اي حال من الاحوال وفي اي وقت من الاوقات ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي. انا بتكلم في الجزئيه دي لمصلحه مين والناس اللي بتتكلم في النادي الاهلي او الناس اللي هي بتبقى اهلاويه، هو في حد اهلاوي هيكون اكتر من حسام ابراهيم؟ حد ادى النادي الاهلي في الفترات الاخيره قد حسام ابراهيم ولعيبه كتير، وليد صلاح وهادي خشبه في كتير جدا، لكن كلهم دخلوا النادي الاهلي واشتغلوا في النادي الاهلي ما عدا حسام حسن وابراهيم حسن. انت عارف ليه؟ ده سؤال. هقول لك انا قبل ما حسام يتكلم. اي حد له شخصيه صعب ان يشتغل في النادي الاهلي في الرياضه كلها رضا. انا بكمل لك الجمله، مش في النادي الاهلي بس، نفس الشيء على اتحاد الكوره، نفس الشيء في المنتخبات. على فكره مهيب ورضا الشرف لاي حد، ما رضا كان بيتسال ان هو يمسك يدرب الاهلي ولا الزمالك، شرف لاي حد ان يمسك الاهلي ولا الزمالك، لكن احنا طبعا بيشرفنا، ولكن احنا انا سعيد جدا بشغلي واجتهادي مع كل الانديه الثانيه، ولكن الحتة ان انت تمسك النادي الاهلي والزمالك او اي حاجه ومسكنا نادي كبير زي نادي الزمالك ولينا الشرف ان احنا لينا بصمه فيه. اولا اللي ليه غرض من الحته دي ان اللي بعدك من عن النادي الاهلي، وفي نفس الوقت احنا عايز افكرك بحاجه مهم بمناسبه الكلام، احنا لما رجعنا من النادي الاهلي من سويسرا من اوروبا احنا ما شرطناش مع كابتن صالح سليم في بيته، وكابتن صلاح حسني عايش لحد دلوقتي، وكابتن وهشام سليم ربنا يديله الصحه كان موجود في البيت كابتن صالح مع والده، احنا ما خدناش حتى 30,000 جنيه والله العظيم يا ابو ايه، ما قلناش حتى ان احنا علينا يعني نجيب حاجتنا ازاي من اوروبا، يعني ما قلناش ان احنا اساسا ما خدناش بيت في مصر، ما قلناش لسه ما يعني ما اتجوزناش، ما لسه ما كل الكلام ده، ولا اتكلمنا ولا اتشرقتنا ولا قلنا له احنا عايزين ولا احنا بامن لنا مستقبلنا ولا حاجه خالص، لكن احنا جايين النادي الاهلي عشان احنا اتربينا في النادي الاهلي، كنا بننام هناك في النادي الاهلي في الاستراحه بتاع النادي الاهلي ليل ونهار مع مدربين عظام زي كابتن عادل قايمه، يعني ان احنا عملنا عرفنا عليه النادي الاهلي،